أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كثير منا هناك في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء يغيب عنا. مثلا أضرب مثال، يقول الفقهاء: من سب أبا بكر يؤدب، من سب الصديق يؤدب. يعني يؤدب يعني ولي الأمر يقدر تعزيرا له، جلد أو ضرب أو حبس، يسب صحابي من صحابة الحبيب. أما من سب عائشة بنت أبي بكر يقتل. هذا حكم، هذا حكم فقهي يجمع عليه العلماء والفقهاء معروف. ولكن البعض لا أدري هل يستحون من إظهار الأحكام ده إظهار للدين. الله عز وجل في سورة الكافرون قال: لكم دينكم ولي دين. يعني الأمور واضحة، ولتستبين سبيل المجرمين. الأحكام تتضح. ليه اللي يسب أبو بكر وهو صديق الأمة يؤدب فقط، واللي يسب عائشة؟ لأن من سب عائشة فقد أنكر وكذب بكتاب الله. مسألة هنا مختلفة، مسألة مختلفة. طيب، نقطة أخرى، دائما عندما يتشاكس الزوج مع زوجته، يعني هي مش دائما، يعني دائما يتشاكس الزوج مع زوجته، يعني التعبير كده اسلوب خبري، يعني اسلوب خبري، او كلما تشاكس، كل يوم كلما تشاكس، وكل يوم دي بين شرطتين، يعني جملة اعتراضية يجوز ان تحذفها في اليوم الذي ليس فيه وتعيدها في اليوم الذي. دائما اول شيء: انك اذا كنا عظيم انتن ناقصات عقل ودين. فورا عنده التهمة معلبة ومجهزة، يبتدي يستنفر فيها عنف امها وغباوة جدتها، يبتدي تستنفر ضده. يعني مثلا انت عايز تقول لها الكلمتين دول وتقدم لك وردة، ها؟ يقول لك: ما شاء الله على لسانك يتقاطر شهدا. النفوس جبلت على حب من احسن اليها. يا اخي، وصل الامر بامنا عائشة وهي يعني الصديقة بنت الصديق، لاحت النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لاحت يعني جادلته، قالت: انت يا من تزعم انك نبي، والله لو قلت لك زوجتك انت بتاع الهندسة، ايدك على المحمول واجيب لها بتاع الهندسة اللي معاه دفتر، صح ولا لا؟ تبعت لها ورقة مهندسة، صح. يعني خلينا واقعيين، الكلام ده حدث بين الرسول وعائشة في البيت. فسألوا ام المؤمنين: فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ احمد ايه صحيح؟ ازاي اخي؟ يعني بعض النساء تستثير بعضا من رجولة الرجل. طب انت مش راجل؟ ولا راجل ولد راجل. طب طلقني، وعشان انا راجل ولد راجل مش هطلقك. هي كده، لكن الشيطان قاعد له: يلا خلص، انهي، جات لك على طبق من فضة. يا عم مش فضة ولا حديد، لا اله. يعني هي ده، شوف، تطلب الاسبوع الماضي قدامي في المكتب، قالت له: خلاص قدام الشيخ طلقني. قال لها: انت طالق. قلت: انت مجنون، انا اقول لك طلقني طلقني؟ ما صحيح مجنون، مع انها اللي طالبه. لكن يا اخوانا يا حبيبي، رب ولا الذكر مش زي الانثى، دي حاجه وده شيء، هما الاثنين عاقل، الاثنين عقلاء، ما فيش واحد اذكى من الثاني، لا. قال ربنا: بما فضل الله بعضكم على بعض، قد تفضل المرأة على الرجل وقد يفضل الرجل على المرأة فيما. خلاص المسألة دي ما فيهاش يعني أكفاء. لكن ربنا خلق الرجل عقلا تليه عاطفة. قائد الجيش عند الرجل العقل، المرأة عاطفة خلفها بعض من العقل، خلاص تستخدمه متى تشاء. خلاص ليه؟ لان انا وانت
الذكور يعني مخلوق من الأرض، من شيء صلب، من شيء جامد، تراب وماء وسلالة من طين وبعدين حمأ مسنون وصلصال كالفخار، فشيء جامد فيتحمل الصدمات، فعقله مقدم على عاطفه. يد حواء سميت حواء لأنها مخلوقة من حي، من مين؟ من ضلع الأعوج. والضلع الأعوج ده من رحمة ربنا بيك، لو أنت عملتها 30 يوم على أنها عاقلة مثلك تبقى أنت رئيس قسم الجنان في الدولة، بقى أنت مجنون البعيد. ما تعملهاش ليه؟ الله الخالق قال لها أنت في أيام لا تصلي ولا تصومي، لأن عندها حالة معينة. الحالة المعينة دي بتصيبها، هي صحيح بتجيدها قبلها بأسبوعين وتستنى بعدها بأسبوعين، لكن يعني احنا ما يهمناش المدة، لكن القضية ان في هذه الايام الله يرفع عنها التكليف. ليه؟ وده فرض الله سبحانه وتعالى. والمؤمن لا ينجس، الحديث يقول المؤمن لا ينجس، وانما هذه مسائل اعتبارية. فالله سبحانه وتعالى خلقها من ضلع. ليه من ضلع اعوج؟ قال ان صعدت اليه لتقومه كسرته. فعاملها مش هي عوجة، لا هي مخلوقة هكذا. بالله عليك، بالله عليك، انت راجل بتاع كمال اجسام، تروح تلعب في كل يوم في البتاع ومالا بتاخد بتاع بيدولك باودر ولا تراب ولا بتاع ويعمل كده. المهم يعني سبحان الله، هذا الذي سبحان الله العظيم، لو حملت ولدك الرضيع ابو شهرين اللي وزنه 4 كيلو جرام، ايدك فورا تتخدل وتنمل منك، لكن هي تحمله بيد وتغرف لك ولأولادك الطعام بيد، وتغسل بيد، وتكلم أمها عشان تجيب سيرتك بالخير بيد أخرى. سبحان الله، كل ده في وقت واحد، سبحان من قدرها. هذا الأخطبوط الكبير يا أخي راعي قدراتك أنت كمان، سبحان الله. فقدم، خلى الرجل، خلي أنت عندك الإيه؟ عندك الطلاق، لأن هو أعصابه من الواجب لا تثور ولا يستثير واحد. هي عاطفتها، العاطفة بتاعتها تعمل ايه؟ يداعبها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. راح لهم يوم العيد يهنئهم، بعد ما هنئ الرجال وخطم دخل عند الحريم، واحنا جينا في القرن العاشر، ولا الحريم صلاتها مش في بيتها، تحت وسادتها احسن لها، وجهلناها في البيت وخلناها تقعد في البيت لا تسمع ولا غيره. المهم يعني بايجاز، والعادل لما يعملوا لها في مسجد حديث جزء للحريم متر في متر زي غرفة الفيران، اللي مش يحفظ القرآن هنعذبه، يحطوها فيها وكأنها يا ابن الحلال. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يصلين خلف الرجال بدون حائل، لأن الرجال عندهم غض بصر والنساء عندهم غض بصر، فلما ازدحمنا وكثر العدد قال هلا جعلتن لهن هذا الباب، فجعل لهن ايه؟ هذا الباب. وزوجة عمر الله يرضى عليه وعليها كانت تحضر لما صلى الفجر وقتله أبو لولا، كانت موجودة سبحان الله، لكن لم تشارك الرجال، لكن المهم كانت موجودة. يعني إذا سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص خطبة العيد دخل يداعبهن، يعني بيهزر معاهم، ابوهم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فلما دخل عليهن ماذا قال؟ قال ما رأيت اذهب للب العاقل منكن. يعني انتوا رغم ضعفكم وبسطتكم ورقتكم ونعمتكم، لكن العاقل مخ يطير. هذا الرسول يتعجب من الضعف، فقال لهم انتن ناقصات، مش نقص في الفكر ولا نقص في الدين، لا 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 لا، النقص انها ايه؟ ان سبحان الله العظيم هي تقدم عاطفتها. مثال لو تزوجتك وخدت موقف من اختك الكبيره بالذات، اظن بعد ما يخرج يقول لك هو الشيخ زرنا في البيت، يا عم ما بلاوه بتحد تعدف علينا من عارف. سبحان الله، وهذا ما بالله عليك هتعامل اختك زي ما كانت الرميصاء بنت ملحان ام سليم بتعامل اسماء بنت ابي بكر؟ لا،
هتفضل واخد موقف من اختك تعامل عبد الله بن ابي ولا تعامل اختك. هي خد موقف فتعيش في هذا العداء. نعمل ايه؟ اول شيء نفصل بين القوات. يعني نفصل بين القوات يعني روح لامك الله يرضى عليها وقول لها ايه امي ده ام فلانة كانت عايزة تيجي معايا بس مغص مفاجئ كده وسبحان الله العظيم فتعتذر بس عن اليوم. الام طبعا ما شاء الله يعني مش امك ام رومان لا يا ام ولا انا مش عايزة تشوف وشي يا عم ست ام عبد الله الله يرضى عليك عايزين نهدي الموضوع. انت ما توصلش انت عارف الخمس دول قاعدوا يعملوا مبادرة سلام خمس ايام متتالية في فندق بعد ما عملوا مبادرة وقعوا صباح الصبح سبحان الله الحرب قامت بين الخمس. اتاري المترجم ندل يترجم يقول له ده خلي بالك ده هيدمروك ده السلاح النووي ده هيعملوكوا قنبلة جرثومية سبحان. فانت ما تبقاش من المترجم ده. انا عايزك تبقى مترجم الكذب في هذا الوقت حلال لانه الاصلاح بين المتخاصمين ودول بطبيعتهم متخاصمين خلاص. هذا امر خليك واقعي خليك واقعي. الامر الثاني قالت امك كلاما بعد اول ما ترجع كيف حال الحجة بعد ما كانت اول ما خطبتها كانت تقول لها يا امي بعد كتب الكتاب ازيك يا خالة خلي بالك انت بعد ما اتزوجت ازيك يا محمد كويس اللي بيقول لها انها سبحان الله. فالقضية سبحان الله يعني لما زارتهم في البيت فبتنهر ام الزوج يعني ان ولد صغير من احفادها عمل غلط. يا بنتي احنا ما كده ما كناش نربي احسن التربية. قالت لها عمتي والله يا خالتي ما انا شايفه التربيه ما احنا عندنا العينه انت لازم تفضحي نفسك ما تسكتي ما انت عندك عوره اصلا موجوده في ابنك حسن ولا حسنين ولا محمدين سبحان. فنحن يجب شوف ومن احسن قولا ممن دعا الى الله بالسلوك وعمل صالحا بالعمل وقال انني من المسلمين باستسلامه لامر الله خلاص. يعني انا اذكر من 20 سنة رجل متزوج في اوروبا يعني امرأة لا دين لها المهم فضل يسمع الدار الاخرة المهم اتى بها للبيت عندي فضلنا نقنع فيها ان الكون ده لازم يكون له رب كان عندها استعداد وربنا هذا المهم دخلت الاسلام خلاص. فلما دخلت الاسلام بعد ساعتين خرجت وهي خارجة مع زوجها قالت هو في الاسلام مش الحجاب عند المسلمات فرض. ايوه بنتي فرض. والله ما اخرج من بيت الشيخ الا وانا متغطية. خدت الموضوع خلاص هذه قال انني من المسلمين. تفضل بنت عمتك درسة في الفلسفة الاسلامية وفي الحقوق وفي مش على الاداب وفي سبحان الله واذا جت تتحجب نسأل الله السلامة تظهر. لا يا اخي والله العظيم الانسان يتعجب سبحان. عبد الرحمن بن عوف كان عنده زوجة جميلة وكان يغار عليها غيرة قاتلة وبعدين يلاقيها رايحة صلاة العصر المسجد النبوي وجاية من صلاة العصر رايحة صلاة المغرب وجاية من صلاة المغرب فانا عارف فيها حركة فجيب صلاة العشاء هي رايحة المسجد هو ماشي الناحية في وجهها كده فداها كتف قانوني عارف الكتف القانوني لمسها فراحت الحرمة عاملة خلف ضر ورجعت على البيت رجع الى البيت بعد صلاة العشاء وجدها جالسة لما لم تذهبي لصلاة العشاء قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا لما كانت الناس محترمة هي ما بصتش مين اللي خبطها ولا الله الاستاذ محمود مين محمود ده رئيس القسم الله يخرب بيت رئيس القسم رئيس القسم احنا مالنا برئيس القسم احنا سلم وزوجها ماشي جنبها كده سلم اهلا وسهلا مين الاستاذ استاذ نبيل
نبيل ده مفيهوش اي نبل. نبيل مين؟ مين من نبيل ده؟ ده مدير الحسابات عندنا في المؤسسه. يا حلاوه. والزوج ايه مبسوط ان زوجته عرفته على الاستاذ نبيل. هو احنا يا الله يا مومح يا زمان كنا بنقول سبحان الذي قلم بمقص الشرع اظافر الغيره. نصلي على رسول الله. انت لو عندك بنت بالغه او في سن الزواج وشفت واحد ولد كده بيبص عليها شاب كده بيبص عليها بصه مش لطيفه تعمل في ايه؟ تتمنى يعني ان تجيب عينيه صح ولا لا؟ طيب لو جه الولد ده وقال السلام عليكم يا عمي ممكن ازور سيادتك بكره بس ان شاء الله عشان نتقدم للاخت فلانه وبتاع وبعدين سبحان الله يوعد ونعقد سبحان الله واثنين شهود ويروح واخدها وماشي. هي نفس القضيه بس ايه؟ سبحان الذي قلم بمقص الشرع ها اظافر الغيره. سبحان الله ده بالعكس هو لما يكون لسه خاطب قعدت معاه في وجودنا صح ولا لا؟ ولو مرض عيناها على شاي ممكن نستحي ان البنت نفسها اللي تقدم الشاي. لكن لما تتزوج قومي حط لزوجك غرفيله سبحانني قلبه خليه يمكن يحسن اليك يعني سبحان الله. هذه عظمة الشرع ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فربنا بيقول وقال انني من المسلمين وبعدين قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا الله معقول يا رب ده احنا ادفع بالتي احسن. الحسنة شيء ما حسن والسيئة ما ساء. اي شيء فعل قول تخطب جبين سبحان الله يقول لك ما روي الرسول الا بساما صلى الله عليه وسلم بس قال له ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. يا اخي انت مش عايز تؤيد موقفي ما فيش داعي انك تحاربنا سبحان الله. يا اما سبحان الله بارك الله في من راى يعني شتله صغيره فسيله صغيره فسقاها سبحان الله يكمل عليها. الله اكبر. يعني الـ ابو يوسف مرض التلميذ الاكبر لابي حنيفه فزاره الامام فلما زاروا الامام وجد المرض عنده كبخ فخرج ابو حنيفه وقال لو قضى هذا مات يعني لضاع على المسلمين علم كثير. ده بيقول على مين؟ على تلميذ وشايف نجابه تلميذه انه في المستقبل هيكون يعني دوشه. المريدين فرحوا بكلمه ابي حنيفه وراحوا ايه؟ بلغوا مين؟ ابو يوسف. قال يا عم ده الامام بيقول عليك كذا. احنا زمان كان ازاي يدونا الاجازه في القران؟ كان الشيخ يقول ايه؟ انت الان تقرا القران كما كان يحب ان يسمعه رسول الله. تعرف ان اخذت منه الايه؟ ده كان في اجازات مش عارف مختومه ومتوثقه والخارجيه والداخليه الكلمتين بتوع الشيخ دول سبحان الله العظيم. المهم فراح قال له ابو يوسف ايه؟ لا الله وانا علامة وانا مش عارف. فراح بعد ما المرض زال ابو حنيفه قاعد في المسجد لقى حلقه في ركن المسجد. الحلقه من هذه؟ قال ابو يوسف أفاها. ده على طول فورا اول ما خد الكلمتين راح قال انا. فابو حنيفه مربي قال له اذهب اليه وقال له واحد من المريدين وقل له ان رجلا اعطى قصارا ثوبا. قصار يعني اللي هو الايه؟ خياط يعني حائك يعني ترزي ليحيكه له فحاكه فاغتصبه. يعني بعد ما فصل الثوب الخياط ايه؟ عجبوا الثوب فخده. هل يضمن ثمنه؟ يضمن ان يعوض. ان قال لك نعم قل له الاجابه خاطئه، ان قال لك لا قل له الاجابه خاطئه. فراح الراجل بيقول له يا شيخ حكى له السؤال. قال له نعم يجب ان يضمنه وان يعيده. قال الاجابه خطأ. قالوا لا يضمن. قال الاجابه خطأ. قال من سالك هذا السؤال؟ قال له الرجل الكبار اللي قاعد هناك ده. ففض ابو يوسف المجلس وراح ايه؟ جه طبعا فقال يا امام ما اجابه هذه المشكله؟ علمنا بقى خلاص. يعني سبحان الله يتطامن. سبحان الله كان الشافعي سبحان الله يعني يقول كنت استحي ان اشرب الماء في درس مالك حياء منه.
ده في بيبقى الشيخ يتكلم وده طلع الموبايل قال يعني بورصة لندن هتغلق على الاسهم بتاعتهم 3 درهم. يا عم استحي يا خليك مع الله دقيقتين، خليك مع الله دقيقتين، ما تعرفش تفرغ نفسك لله شوية شوية لله، سبحان الله لا اله الا الله. فالمهم يعني سبحان الله العظيم. فقال يا ابا حنيفة ما يوم، قال ليضمن ثمن الثوب وإن أراد أن يتركه يعوضه في أجرة خياطته، يعني حتة من هنا وجزء يعني جزء من هنا وجزء من هنا. المهم ما علينا في القضية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا ادفع بالتي أحسن. طب بالله عليك الأحسن الحسنة ولا السيئة؟ ولذلك الله يرضى عنك لما تزوج بنتك خلاص وتعدى زوجها عليها بشيء، انت شفت ان تتعدى وجاءت تشكو اليك امانة من اب لك، قل له يا ولدي ما ينفعش تشتكي لوحدك، روح هات زوجتك عشان تقعدوا انتوا الاثنين قدامي واسمع منكم انتوا الاثنين في وجود بعض. ليه؟ الكارثة الكبرى ان الام وصت البنت ليلة الايه الزواج، قالت لها خلي بالك لو نظر لك نظرة ما استريحت لهاش، فورا بطاقة سفر ركبي يا ست الله يرضى عليك. الكارثة الكبرى ارى في بلاد العرب ان الرجل لما يغضب من زوجته يطردها من البيت. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، هذا بيتها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا من بيوتكم. ماذا قال ربنا؟ بيت مين؟ هي قاعدة معزلة، انت زعلان روح اغضب عند امك، ما انت زعلان سيب البيت سيب البيت الحرمة. ازاي تطلع الساعة واحدة بالليل الله. ولا واحدة الظهر اذا كان عندك مروءة انسحب. ولذلك قال ايه؟ اهجروهن عظوهن، وبعدين اهجروهن في المضاجع، وبعدين اضربوهن، يعني باعد المسافة، امشي بعيد روح عند امك. سبحان الله، مش يضرب نعم دخلنا احنا ملاكمة محمد علي كلاي وباترسون ده ولا نيلسون ولا مش عارف مين ده. يا اخي القضية ليست هكذا. فانظر عندما يشكو اليك ولدك من سوء زوجته، قد تكون سيئة بس اقلب القضية وتقول طيب لو دي بنتي وصنع فيها هذا كيف يكون المقياس؟ الله يرضى عن الصديق لما اصلح بين الرسول وعائشة، ثاني يوم معدي اليوم بيضحكوا، فشوف الصديق يقول ايه؟ ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. هو انا يعني عشان في الهم مدعية وفي الفرح منسية؟ هذا سبحان الله، يعني تقولوا المثل العام كده، يعني انتوا في الهموم تجيبوني وفي طب فرحوني معاكم، سبحان الله العظيم. هذا المنطق، هذا المنطق عندما تستشعر زوجة ابنك انك ابا لأب أب لها، انت خدتها من بيئتها من حضن أبوها وأمها. وأقول لك شيء، إن تأخر زواج ابنتك لا تقلق لأن هذا رزق وسوف يأتي في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده أنت، ورزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. أنا أقول لك من الأفضل أن تمكث ابنتي عندي دون زواج خيرا من أن أزوجها ممن يقطع رحمها ويؤذيها. معايا ولا ما بخرف راجل؟ يا كبرت في السن ولا يعني مسكتين كده مش متنمحين؟ ما اعرف فيه فانا خلاص خلص الدرس 5 دقائق كمان. سبحان الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، فلما تلاقي اسرتين بينهم عداوة 20 سنة اعلم ان لا هؤلاء ولا هؤلاء دفعوا بالتي احسن، وليس هؤلاء من المسلمين الذين تكلمت عنهم سورة فصلت، وهؤلاء من الذين ابتلي الإسلام بهم. هي كده يقول لك لا 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 أصلا لو دفعت بالتي أحسن يقول عليها ضعيف الشخصية وأي يا عم ما تقولش ضعيف. يعني هل كان أبو بكر ضعيف الشخصية؟ هل كان عثمان ضعيف الشخصية؟ هل كان الصحابة يا أخي ما ظهر منهم إلا حسن الخلق تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جاءت ابنتك تشكو إليه وعمل وسوى وبخل ومرضيش يخرجنا وعملنا وسوينا، سبحان الله اصمت ولا انتظري يخلص شغل الساعة كام؟ الساعة كام؟ هاتي وتعالي. لا لا ما ينفعش،
ان جاءت غاضبة وما حقيبتها وما لبس اعدها الى بيت زوجها مرة اخرى. انت رجعها. لا يقولوا دول الناس. لا شوف سيبك من العنتريات الكاذبة. احنا عايزين نبني بيوتا فيها مودة وسكينة ورحمة. ابو عبد الله اللي هو التابعي لما خطب بنت واحد شيخ فدخلت عنده مش المعازيم خلاص بقى العروس والعريس خلاص. فوجدت مسطرة كده حاجة عالية كده مبنية بالطوب يعني كده كنبة اي حاجة. فقالت يا ابا عبد الله اريد ان اخطب فيك خطبة. بالله عليك لو العروسة وانت في البتاع انا عايز اخطب في خطبة. المهم علينا ما بلاشين خطبة ايه بس. قال اذنت لها وقفت حمدت رب العباد واثنت عليه اما بعد. شوفت بايجاز يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني. لا احنا كنا زملاء في الجامعة من اولى ابتدائي لغاية ما قعد خطبها 18 سنة سبحان الله ولا مش عارف. المهم يعني سبحان الله انا لا اعرفك انت لا تعرفه. فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه وماذا تكره حتى اتجنبه والسلام عليك ورحمة الله. خطبة يا الله ايه اللي مرتن. فاستحثت عندي ان اخطب. قلت يلا بقى مدام الحكاية خطبة خطبة انا كمان اقوم ايه سوق عكاظ بقى يلا بلا دخلة بلا بتاع يلا تجعل على الله انا اجب كمان اقول كلمتين. اما بعد فان كنت صادقة جزاك الله عني خيرا وان كان غير ذلك يعني كنت تضحك عليها وتستقبل يعني عايز تظهري يعني هداك الله وهداني معك. عشت معها 34 عاما ما رأيت وجهها قطب في وجهي قط. يحكى أن لا سبحان الله. طب انت بتضحك علي دي بقى. هو الشاشة تنقلق على طول ما تعمل زهايمر شوية في المسجد يا اخي. خلي الشيخ يطير بيك شوية لا طير بك شوية سبحان الله. المهم يعني سبحان الله. اربع وانجبت منها 13 ولدا وبنتا كلهم من الحفظة. يا الله. ايه سيدنا سهل بن عبد الله رحمه الله من التابعين. سيدنا سهل تزوج وبعدين امرأة بذيئة اللسان. انت مش دعوه بالحاجات دي. انا بقول لك امرأة زوج السهل رحمه الله بذية اللسان. المهم ظل صابر عليها لغاية ما الله سبحانه وتعالى استرد وديعته. تزوج واحدة تانية من قدر الله تطلع بذية اللسان. النصيب كده. قالوا ان قارون لذو حظ عظيم. طلع ده مش لذو حظ عظيم. بس هو ما شوف قد تكون هذه التي عندك سببا لدخولك الجنة. اه والله. بشكرك الله عز وجل ان رزقك مثل هذا الملاك يعني كده. ما انت تروح هتنقل ايه بالضبط النهاردة عني الله اعلم. المهم بايجاز. فصبحت الصبح كده وفقير. قالت له نريد لحما. من ايه? قالت له انا وفرت درهمين. خد زي ما الزوج يعني عندك يعني توفر بطريقة معينة يعني على طريقة هند. ان ابا سفيان رجل مسيك اخذ من مالي قال يا هند ولكن بالمعروف. والله الرجل الاسبوع الماضي هو وزوجته يعني هو بخيل. هو قدامك يا شيخ بخيل. فانا سمعت منك ان هند كانت بتاخذ بالمعروف. قال لها المعروف يعمل ارقام اصفار يعني كثيرة سنة. يعمل كذا كذا بس انا ما اقدرش اقول الرقم يعني عشان ما تقول مين دول عشان نروح لنا. فالمهم المعروف المهم يعني بايجاز. راح يشتري اللحم. حدقة ما تلاقيش الا اللحم اللي في ايد المسكين سهل بن عبد الله. خطفت اللحم وطارت. هي من النوع اللحوح
زي جماعة كده تفضل هنروح لأم ميتة، هنروح لأم ميتة إن شاء الله بعد ساعتين يا عم، ما خلاص ما قال سبحان الله. المهم المهم، فقال أنا لو رجعت الآن هنعمل مشكلة. قال أروح المسجد أصلي الظهر. صلى الظهر، المريدين اتلموا عليه سؤال في سؤال في سؤال. قال يلا العصر اقترب، خلينا في العصر. المغرب، العشاء، قال يعني أجاور بيت الله عز وجل. صلى العشاء ورجع. هي لما تكون راضية عنه يقول لها السلام عليكم، تقولوا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولما تكون الرياح شمالية شرقية يعني مثيرة للأتربة دائما، وارتفاع الموج 7 أمتار فوق سطح البحر سبحان الله، تقول له عليكم، فهو مستني تقول له ايه؟ وعليكم السلام، وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هو انا دخلت، وانا دخلت بيت غلط ولا ايه؟ المهم هو لسه قاعد، الا تريد ان تأكل؟ اللي عندهم لا ديب فريزر ولا ثعلب فريزر ولا فهد فريزر ولا ما فيه، ما من ايه سبحان الله. سبحان الله، من اين؟ بعد ان غادرتنا بشوية يعني كده، تصارعت حدأة وغراب فوق بيتنا فسقطت منهم قطعة لحم. يا الله، هل يا رب المال الحلال حتى ترسل لي خادما ليحمله عني؟ شوف خدها منين. طبعا انا عارفه كده تسال ايش عرفوا ان ده اللحم ده حلال يا عم. دي قصه عن سهل بن عبد الله رويت في حليه الاولياء عشان ايه المرجع يعني، الله يرضى عليك يا رب. فانا اقول ان انت اذا بسطت الامور توسط، اذا اردت ان تعقدها واشعرت نفسك ان في عداوات مزعومه عندك، يبقى انت ابتلاء للمسلمين. نحن لا نريد ان الاسلام، لا نريد ان نكون من النوع الذين ابتلي الاسلام. ادفع بالتي احسن بصدق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصابر هو اللي يلقاها. ليه؟ لأن أنا أندم على الكلمة التي أقولها، لكن لن أندم على الكلمة التي لم أقولها. صح ولا لا؟ أنا أندم على الإيه؟ الكلام اللي طلع مني، لكن الكلام اللي أنا سبحان الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.